قال وزير الشؤون الإسلامية في السعودية إن قرار إيقاف صلاة الجماعة واجب النفاذ فورا، وإن الحكومة اتخذت جميع الاحترازات لمنع انتشار كورونا. جاء ذلك مشاهدينا على خلفية قرار هيئة كبار العلماء السعودية إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان إلى غوى. نعم محمود، وأيضا أعلنت الهيئة مشاهدينا أنه تقرر في قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، وأن من القواعد المتفرعة عنها أن الضرر يدفع قدر الإمكان. وذكر البيان أيضا أنه يسوغ شرعا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتا، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد. هذا وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها أيضا. وكانت هيئة كبار العلماء دعت الخميس الماضي الخاضعين للعزل الصحي لتجنب صلاة الجماعة، وأكدت أنه يحرم على المصاب بفيروس كورونا شهود صلاة الجماعة. سنتابع في هذا الموضوع مشاهدينا معك حمود ومع ضيفنا. نعم غوا، لذلك مشاهدينا معنا هاتفيا من الرياض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. أهلا بكم معنا في التاسعة. تعليقكم معالي الوزير بعد توجيهكم لوقف الصلاة فورا بالمساجد، هذا بعد قرار هيئة كبار العلماء بشأن صلاة الجمعة والجماعة. أولا حياكم الله. أهلا وسهلا. وأبدأ ذا بدء بالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. البيان الصادر هذا اليوم من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر هيئة للإفتاء في العالم الإسلامي، لا شك أنه استشعارا بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في توضيح الأمور للمسلمين بعامة وللمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بخاصة، حول النوازل التي تكون في هذه الأزمان. ما صدر اليوم هو الحقيقة بيان وافي شامل مؤصل صدر من هذه الهيئة الموقرة، الذي يراعى فيه مصلحة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية، ويراعى فيه أيضا الأخذ بالرخص الشرعية والتيسير في أمور العبادة والدين لسامي ولله الحمد كله يسر. وأيضا لا يفوتني في هذا الوقت يعني أو في هذه العجالة أن أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهم الله، وما قام به في الأيام الماضية والأسابيع الماضية من أعمال جبارة جدا ومتدرجة، كلها تصب في مصلحة المواطن والمقيم في هذا البلد، من خلال العمل على إيجاد احترازات يعني تصد هذا الشر عن أبناء الوطن والمقيمين فيه، وتصد هذا الوباء ودفع شره عن القاطنين في المملكة العربية السعودية. كانت الحقيقة أعمال جبارة نتج عنها ما رأينا ولله الحمد من يعني عدم يعني انتشار هذا الوباء، الانتشار الذي حصل في كثير من الدول الأخرى، وأيضا ما رأيناه من عناية طبية متميزة، وما رأيناه من وفرة في الأغذية في الأسواق والسيابية في الأعمال، وتدرج في اتخاذ القرارات وفق الحدث والحال. وهذا لا شك من حكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله والحكومة الرشيدة. ولذلك أنا أطمن أبناء الشعب في المملكة العربية السعودية وإخواننا المقيمين أن هذه ما يصدر الآن هو كلها احترازية صحيح، وخوفا على أن يكون لأي مواطن أو مقيم أي ضرر، وأرجو أن لا يكون. وهذا دليل على حرص الولاة حفظهم الله على أبنائهم المواطنين والمقيمين. أما ما صدر في هذا البيان فهو الحقيقة عين الصواب، ويتوافق مع الأحكام الشرعية وما سبق أن يعني تم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. ولا شك أن هذا أمر مأمور بالشرعان ولا ضرر ولا ضرار. لكن هناك دكتور معالي الدكتور، هناك
أي يعني إقامة من إقامة الشعيرة في مكان محدد. صحيح. الشعيرة ستقام ولم تهمل، والصلاة ستقام، ويجب على المسلمين أن يؤدوها كما هي، ولهم أجر من فاتته الجماعة، لأن هذا عذر شرعي عارض يجب أن يعني أن أن أن, أن أن نرجو أو يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى. صحيح. هو أغنى منا، وأنه سيعطي المصلين أيضا معليكم هناك كما هو في الجماعة. إذا سمحت لي هناك بعض الاستفسارات، مثلا ماذا سيحل به صلاة الجنائز، مثلا أماكن غسيل الأموات، حلقات تحفيظ القرآن، هذه كلها مدروسة ولله الحمد. أولا أن صلاة أن الجنائز ستبقى المغاسل مفتوحة كما هي وفي أعلى درجات الاستعداد، والحمد لله لم يحدث عندنا في المملكة العربية السعودية وفيات بسبب هذا الوباء، ولكن كل هذا أعمال احترازية فقط، يعني لم يحصل وفيات نقول والله الجنائز أو جنائز عادية كما هي في الأيام الأسبوع العادية. فالأماكن غسيل الموتى مفتوحة كما هي ولا يتغير فيها شيء، وإنما الذي أغلق الجوامع المساجد الذي التي يخشى أن ينتشر فيها الوباء، والصلاة على الجنائز أيضا يعني رجعنا إلى الوضع الطبيعي الذي كان في صدر الإسلام، وهو الصلاة على الجنائز في الجبانة أي في المقبرة. نعم. صلى على الجنازة في المقبرة صلاة الجنازة وتدفن ويدعى لها والحمد لله رب. نعم. وصلت الصورة كاملة، كل الشكر لكم. إذن هي في المقابر محلات يصلى فيها على المتوفين رحمه الله. نعم. شكرا لك إذن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.